وبركة الله وتعالى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لاحظ اليوم ريال مدريد وبرشلونة في ملعب سانتياغو وبرنابو وفي ملعب الأبيض في ملعب الملائكة، ولاحظ هم لعب مشاركة ولعب سامو الإيطا والأرجنتين ولو ميسي على أرض الملعب، ومشاركة ولعب رونالدينيو على الشاشة وشافي وأنيسا، شف كرة ديكو على الشاشة تقدمها ولعب ديكو على كرة ولعب برونالدينيو يلعب هذا الأمام تقدم يا سلام يا الله يا الله يا رونالدينيو، يا سلام يا رونالدينيو، سدد على مرمى الحارس كسيات ملعب، والله لاحظ 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 ارجوك لاحظ رونالدينيو، والله كالزاوية ضيقة، او ضربة جزاء. هذا الكلاسيكو تظهر في ملعب الملكي في سانتياغو برنابو، مشاركة روبيريو اليوم الليلة، مشاركة بابتيستا، مشاركة كانافورو الإيطالي، مشاركة مامادو زيارة لاعب المالي سيرجيو راموس اللي قام مع فالونسيا، وسيلفا لعب فالونسيا وتقدم يسدد يأتي بالهدف الأول ريال مدريد مباشرة، هو بابتيستا يسجل يسجل، شوف 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 شوف، حلوة 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 حلوة، لاحظ حلوة المقابلة وحلوة المباراة وحلوة الهدف يسجله هو مباشرة بابتيستا، لاحظ أحد أحد أحد، شوف 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 شوف، حلوة 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 حلوة، وتقدم يسدد التعادل لبرشلونة، التعادل لبرشلونة، عدل سام العيسى وتعلق رونالدينيو ويمور يمور، هو السفلة الصغيرة لو ميسي، والأول الكلاسيكو تتهرى في ملعب الملكي دي سانتياغو برنابو.